في هذه الغرفة التي لا يدخلها النور في مخيم البداوي تعيش علي مع أفراد عائلتها السبعة. تعيش هنا منذ أن فقدت منزلها في حرب مخيم نهر البارد 7 سنوات، وما زالت علي تنتظر العودة إلى المخيم على أساس أنه قالوا أنه بس أبو 2-3، وهي 7 سنين والله أعلم مرحلتنا بعد مش مبلشين فيها، وبقولوا يمكن ما في مصاري. أجار $200 بدفع الشهر، النروة تدفع $150 وأنا بدفع $50 من جيبتي، ويمكن ألاقيها ويمكن ما ألاقيها. حال علي حال أكثر من 3500 عائلة فلسطينية لم تعد إلى منازلها في نهر البارد حتى اليوم. هي منازل كان من المفترض أن تنتهي إعادة إعمارها في 2011. التمويل توقف عند حدود الرزمة الرابعة، من أصل 8 رزم قسم المخيم على أساسها. ندعو إلى العمل لعقد مؤتمر دولي ثاني على غرار مؤتمر فيينا لتوفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار. فالأونروا لم تستطع حتى اليوم تأمين أكثر من $155 مليون من أصل 345 مليونا لاستكمال عملية إعادة الإعمار. And that may indeed be one of the negative fallouts of all of the focus, justified focus, but a negative fallout of the focus on the Syrian crisis, because of course so much attention has now gone to this that Nahr al-Bared has been more difficult to lobby for. يقول اللاجئون إن بدلات الإيجار التي تدفعها الأونروا لا تكفي لاستئجار مسكن لائق، وعندما تدفع تفعل ذلك متأخرة. سيبقى أكثر من 50% من اللاجئين الفلسطينيين في نهر البارد مشتتين خارج المخيم مع نهاية العام المقبل. هؤلاء اللاجئون يعيشون نكبة بعد نكبة، فلا عودة إلى فلسطين في الأفق ولا عودة إلى المخيم قريباً. من مخيم نهر البارد، دلال معوض، BCI.